السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ماليبو 2017 صح؟ 2017 أربع سلندل. طبعا تنظيف البوابة وحساس الهواء، سبق جاني حق 2017 ست سلندل، وكان قربة الهواء عن طريق له الكلبس أو قفلة وتفك القربة وينتهي الموضوع. هذا أربع سلندل كان على بالي أنه نفس المنظومة، بس أنا والله ما سألت عن الأربعة والستة، لكن ما دققت في الموضوع لأنه كان على بالي نفس التركيبة. ف هذا قربة الهواء، هذه قربة الهواء. عشان تطلعها لازم يكون عندك مسمار هنا 10 من أسفل تفكه، وعندك هنا مسمار 10 من أعلى الثلاجة تفكه، بعدين تفك قربة الهواء كالمعتاد هذه، وتفك اللي هو بلف التبخير أو القسام ليه التبخير عشان يطلع معاه في القربة. راح أوريكم اللي تحت. طبعا عشان تفكها من أسفل هنا عندك القاعدة دي، لازم تفك مسمار 10 من هنا وتطلع معاك القربة. يعني مشكلة انه من تركيب السيارة لسيارة تلاقيها بعض الأحيان انها كل ما جفت سيارة تحس انها أعقد من الأولى. يعني بعض السيارات ما شاء الله فيها سهولة، وفي بعض السيارات عشان توصل للبوابة تسجل صعوبة. طبعا هذا اللي عندي الآن البوابة، طبعا نفس تركيبة أي سيارة ثانية، أربع مسامير والفيش اللي هنا، وراح نطلعها إن شاء الله. طبعا هذا البوابة بعد قبل التنظيف. طبعا هذا برضه حساس الإيرماس، حساس الهواء، راح ننظفه بمنظف الإلكترونيات. هذا منظف الإلكترونيات. طبعا هذا الآن البوابة بعد التنظيف، وهذا حساس الإرماس بعد التنظيف بالبخاخ الإلكترونيات. راح الآن نركب ونطبق، أو آخر ما يفك هو أول ما يركب. طبعا ركبنا البوابة، ركبنا الفيشة لو تلاحظون، هذه فيشة البوابة مركبة، وأيضا القفيز. هذا القفيز ركبناه، إن شاء الله بس يوضح معنا. وركبنا المسمار اللي خلف الثلاجة، شوفوا لاحظ هنا هذا في مسمار، إن شاء الله بس أوصل. صراحة متعب مكانه، مسمار هنا تلاحظون، هذا المسمار هنا، هذا المسمار، هذا المسمار مكانه تثبيت قربة الهواء. يجي خلف ما بين القاعدة حق المساحات أو التهوية وما بين قربة الهواء. طبعا متعب، وعشان تفكها تحتاج لشوية مرونة، تسحب من هنا وتسحب من هنا عشان تطلعها برا. الآن بس بقى عندنا أسفل التثبيت اللي هنا، راح أوصل ركب قربة الهواء والديكور حق المحرك وفيشة الإرماس ونسوي البرمجة. طبعا هذا الان بعد البرمجة والتنظيف، المحرك ما شاء الله مستقر، لا فيه تعليق ولا شيء، وهذا ما شاء الله تبارك الله المحرك احلى ما يكون. الله يعطيك خير في شره يا رب. صراحة هي ممكن بعض الطرق تختلف بين سيارة لسيارة. طبعا هذه الاول ستة سلندل لها طريقة مختلفة، الاربعة سلندل لها طريقة مختلفة، والمشكلة انه في المواقع الاجنبية الى الان ما فيه مقطع يتكلم على تنظيف البوابة، لا ستة سلندل ولا الاربعة سلندل. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.